حالة الطقس والمنخفض الجوي اللي عم بيمر على بلدنا وبكل المحافظات السورية. رح نتعرف أكثر من الأرصاد الجوية والمتنبئ الجوي ماهر مرهج عن تفاصيل طبعا اليوم كيف رح يكون طقسنا وأيضا بباقي الأيام إلى متى يستمر هذا المنخفض. ومعي هو عبر الاتصال الهاتفي. صباح الخير أستاذ ماهر. يسعد صباحك بكل خير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك، بس ممكن نعلي شوي الصوت؟ على عيني، أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ ماهر. بداية خلينا نتعرف من حضرتك عن أخبار الطقس اليوم والمنخفض الجوي، لأمتى مستمر؟ على عيني، يسعد صباحكم. هلا نحن بنعرف تأثرنا خلال اليومين الماضيين بمنخفض جوي قطبي المنشأ، كان مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة، والحقيقة البرودة كانت هي العنوان للطقس السائد خلال اليومين الماضيين. كان عندنا هطولات ثلجية مميزة شملت تقريبا جميع المناطق الداخلية، إما على شكل هطولات ثلجية أو هطولات مطرية ممزوجة بالثلج، وكانت الهطولات تراكمية على المرتفعات الجبلية. على سبيل المثال كان عندنا في سرغايا 50 سنتيمتر تراكم ثلجي. هلأ اليوم انتهى هذا المنخفض الجوي، انتهت الهطولات المطرية مع بقاء فرصة فقط ضعيفة لهطولات مطرية خفيفة على المنطقة الساحلية. أما خلال ساعات النهار بشكل عام الجو بين الصحو والغائم جزئيا، درجات الحرارة رح تستمر أدنى من معدلاتها من 5 إلى 7 درجات مئوية خلال النهار، والطقس الأميز حقيقة خلال اليوم واليومين القادمين هو الانخفاض الكبير على درجات الحرارة خلال ساعات الليل. لذلك نحن بنأكد على تحذيرات نساء بشأن تشكل الجليد في جميع المناطق، وبالإضافة إلى حدوث الصقيع في أيضا جميع المناطق، فيرجى توخي الحيطة والحذر. درجات الحرارة خلال الليل متدنية بشكل كبير جدا لعدة ليالي قادمة، حتى تقريبا يوم المساء السبت ينتظر أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي آخر نوعا ما شبيه بالمنخفض الحالي. هلأ درجات الحرارة المتوقعين لليوم، وهي معدلاتها بشكل ملحوظ، بدمشق والمنطقة الجنوبية 7-2، الجبلية 0-8، الوسطى 6-1، الساحلية 10-2، الشمالية 6-4، الجزيرة 3-2، وأخيرا الشرقية والبادية 6-4. نعم، طيب يعني هل من المتوقع، سمعنا كمان أنه خلال بعد يوم أو يومين رح يهدأ هذا المنخفض ولكن رح يرجع في منخفض جوي جديد؟ الحقيقة يعني في عنا كان المميز بهالفترة هي من 10 أيام الماضية حتى الآن هو توالي المنخفضات الجوية. يعني تأثرنا بعدة منخفضات جوية بفترات راحة قصيرة جدا بين المنخفض والآخر، والحقيقة هالوضع هذا هو مكمل معنا خلال الفترة الماضية. نحن منتظرين وفق التنبؤات الحالية أنه يكون في عنا تأثر بمنخفضين جويين على الأقل بالأسبوع القادم، وهي منخفضات نوعا ما شبيهة بالمنخفض الحالي، أقل برودة قليلا، ولكن منخفضات راح تترافق كما هو مكتوب بهطولات مطرية وهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية، مع استمرار بانخفاض درجات الحرارة لعدة أيام قادمة، يعني بدون تغيرات مهمة على درجات الحرارة. فمثل ما يعني المخحل انتهى كهطولات مطرية، بضل عنا فقط خلال النهار نقاط بسرعة الرياح، الهبات بتوصل حوالي 60 كيلومتر بالساعة، تدريجيا حتى ساعات المساء بتهدأ الرياح وبتبقى الأجواء مستقرة ولكن شديدة البرودة. مرد منأكد على أنه موضوع الانخفاض الكبير بدرجات الحرارة. نعم، بداية